كيخسروا شي بحال بحال الاخر. اذا كان فاشل السياسي يكون بحالك وي يمشي بحال الغرب. اما تسفوا الديمقراطيه تنتحملوا مسؤوليتنا ولا واحد يتحمل مسؤوليته في هادشي كامل. لذلك بغيتي ندوي على التاريخ مرحبا. المقبره ندوي عليها. انا قلت لك المقبره اللي كانت في المعتمديه دفنوا فيها المسلمين 25 سنه الاتحاد الاشتراكي اللي افتتحها في 1992. المركز ديال الديانات اللي كتهضر عليه وكنتمنى تجي لي الوطنيه. وانا مستعد ان اناظرك باسم حزبي وانت كرئيس جماعه في كاع الملفات اللي تكتب عليهم في الفيسبوك ونجيبوا الديانات اللي جبنا لك ورفضتيه امام نفوذ عيادات ديال الديانات الخاصه بالمحمديه. وحنا وليا كنشكو شكون اللي ما باغيش الديانات فابوريكم الا الناس اللي راه كاين الفلوس لان اللي درتي 50 ماكينه. حنا كان عندنا الاتفاق مع الجمعيه باش نديرو 50 آلة ديال تصفيه الدم وانت ما بغيتيش عاد كتقول لي انت الديانات في 92 والا غلطت باسم الحزب ولو انني لا انتمي لذاك الجهه نقول لك انا غلطت ولكن راه خدمنا وغلطنا. انت ما خدمتيش ما كيبانش الخطا المادي ولكن كل شيء هادشي اللي درتي خطا في خطا. لان السكته القلبيه درتيها بلا ما تحس راه ماشي سكته قلبيه مهنيه السي الراجل. راه مشكلتك ماشي مشكله ما كاينش فلوس ولو ان الفلوس كون كنتي تعرف تجيبو عطى الله من يجيبو. راه اسهل حاجه اليوم في المغرب اذا كان المعقول هو الفلوس. في التنميه اسهل حاجه هي الفلوس ولكن راه ما كاينش الافكار ما كاينش الرؤيه كاين التخربيق كاين الصراع الغاوي والفاشل في المعارك الفاشله. لذلك بغيت ترجع للتاريخ مرحبا. حنا ما خليناش المشكل ديال الارض الا كان مشكل حقيقي ولا مشكل زيميكي. حنا راه خلينا مدينه مبدله ب 70% في البنيه ديالها الثقافيه والاساسيه والرياضيه و و و و و و وجاو مجالس اخرى مورانا اللي سعى جاهدا الى انه يخرج داك الشيء. جاو من بعد سلطه محليه باختلاف مسؤوليها. السيد الرئيس كتمشي تصور دابا داك النهار كتمشي تصور واش جيت تصور في طرومات كتقول حلم كبير وتحقق. واش درتي انت في داك الطرومات؟ مخلص في شريه؟ درتي فيه شي مجهود؟ مشيتي لقاع المغطى تاني كتصور حدا الحديد بعد ثلاثة اشهر. ما بارك علينا من هاد لي سكروكري ميدياتيك هاد لي سكروكري ديال الفيسبوك. مشيتي كتصور في العباشير حلم وسيتحقق. اش درتي في العباشير دخل عبد الله؟ اش درتي في قاع المغطى؟ متر دوفراج ديالك لان القانون فرض عليك تكون متر دوفراج ديالك ولكن المسمار ما كتعرفوش منين كيدخل ومنين كيخرج. والمجلس ما خلص كيف يتريا توني با اوردوناتور لا في الملعب المباشر ولا في قاعه المغطات ولا في المركب اللي غيدير في 3 مارس. هذاك الشيء كله صادقين عليه هناك صحيفه اللي غتصوم والعامل اللي جابو ماشي انت ماشي انا ماشي انت واحد ما نركبوش هذيك الانجازات ماشي ديالنا. انت لم تنجز ولا تستطيع الانجاز. القنطره الحكايه ديالها بعد ما رجع لها متر دوفراج وي ولكن راه حنا تحملنا هزينا الدين اللي كتهضر على الدين السيد الرئيس. ايوا ما تهزش الدين باش تبلط اش غتهز الدين باش دير؟ اش غندير بالدين انا اللي غنهزو باش نعطي للناس فين يعيشوا؟ حنا اش كنديرو هنا؟ انت مهندس ديال البترول انت راك رئيس الجماعه خاصك تهز الدين ودير التنميه وتقدر تردو وتقدر ترجعو. الدين ماشي عارف علاش دارو لابراك ديال الجماعات المحليه؟ علاش كاين لو فاك؟ علاش كيتسلفوا الناس؟ ما قلناش كتسلف باش دير باش دير باش دير فونكسيونمون. الخطير واخا ما عندكش الحق الخطير هو تسلف باش دير التسيير ولكن تسلف باش دير التجهيز تصاوب الطرقان تصاوب الضوء تصاوب المنشات الكبرى مرحبا سيدي ومولاي. ما قدرتيش الرئيس نضع والو ملف واحد ديال الدين لدى بنك التجهيز الجماعي. علاش؟ لان تحطي ملف المحمديه يجريو علينا يجريو عليك انت الاول. لا سولفابيليتي يقول لك فينا هو المخطط الجماعي فينا هو البرنامج العمل. كتحط لهم كيقول لك واحد اعطيني رؤيه طالب 10 مليار علاش؟ مع اننا قبلنا الدين ديال القنطره على مضض كنا رافضين الدين ديال القنطره كنا رافضينه وقبلناه لان الدين ديال القنطره غادي يمكن من فتح مجالات جديده وراه الدين ديال القنطره انت خديناه راه في الملايين السابقه وقبلنا هذاك المرايا وعرفنا بانها ستكلف الجماعه عبئا كبيرا في المستقبل.
حنا راه اشتراكيين ضد المديونيه كثيره، كتعرف هذه القضيه انت، كتعرف هذه القضيه انت، ولكن كنقولوا في سبيل التنميه مرحبا. اذا النظريه اللي عندك السيد الرئيس، كنت واخا كنقول لك هذه النصيحه ما عندكش فين تنفذها الحقيقه، ولكن ناخذ الدين واش نستثمر في التنميه وفي الطرقان وفي الضوء ونعطي للناس المحميه فين يعيشوا مزيان. انا نفتخر ناخذ الكريدي ديال 20 مليار، ولكن نقدر نضرب الكريدي ديال 20 مليار ونقدر نعبئ الموارد الماليه المحليه باش نخلص الكريدي ديال 20 مليار. باش نختم السيد الرئيس، تاريخ مرحبا، تاريخنا وتاريخك ماشي وتاريخكم، انه دابا لا نيونس نعرفوا مع من كنتكلم، تاريخنا وتاريخك في التسيير، وحنا نجيبوا شنو منجزنا ونعترفوا بما لا ننجز وكيفاش غلطنا، ولكن الحمد لله تنعتبروا عندنا ابناء مدرسه انجزت في المهمه ديالها وبصمتها اليوم راه هي اللي باقي تتصور فيها انتم، لا المسرح ولا الضعف ولا المركز الرياضي والترفيه براسو ولا 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 راه باقي هي اللي تتصور فيها. الى تزادت شي حاجه في عهدك قول لنا، الى تزاد طريبوار في عهدك قول لنا، مع انه كان عندك الامكانيه هذوك الالات اللي ذاك النهار دير بهم طاباج ميدياتيك ديال المقاطعه مهمين، ولكن هذا كان خاصك انكاجات خاصك تصوبهم في ديسمبر 2015 بونت كوموند كتجي لهم مكان ثلاث سنين ودير فيها غير انا مصاش مصوب ثلاث سنين ودير اله عقد ديالك مزيان مهم الإدارة الإلكترونية وتسهيل حياة المواطنين، ولكن هذيك راه بونت كوموند راه الفلوس ما تجيش هذيك تركب داك الشيء، كان خصك تكتب دابا في ديسمبر 2015 يلاه جلستي درتي لا باساسيون طحن ها بداية الإصلاح، ولكن أنت بديتي درتي آلة إلكترونية هي الأخرى سمح لي وكتجي للطرباج ميدياتيك دو فاسون الناس فاهمين السكان فاهمين. السكان ماشي هما الجماعة اللي كتصفق لك في الفيسبوك، السكان هما 280 ألف مواطن من المحمدية كيفيقوا في الصباح عندهم متطلبات، كيخرجوا للخدمة عندهم متطلبات، كيدخلوا للدار عندهم متطلبات، هادو هما السكان الحقيقيين اللي غيحكموا علينا كاملين ماشي غير عليك وحدك، غيحكموا علينا كاملين، ولكن هاد السكان الحقيقيين راه تنظن بأنهم تيقولوا اللهم إن هذا منكر، حتى حنا مخلينا معاك نسبيا في العملية راه تعنا تنتحملوا معاك واحد المسؤوليه باش ما نقولوش انت بوحدك اللي خير، كنتحملوا معاك المسؤوليه اولا لاننا انتخبناك رئيس، هذه هي المسؤوليه الاولى اللي عندنا وهذا هو الخطا الكبير اللي درنا، انتخبناك رئيس ديال هذا الجماعه كنتحملوا معاك المسؤوليه انه اين من الله غير بدي عامين ونصف كنا كنضربوا وكنقولوا وكنوجهوا وكنصحوا وكنصوتوا معاك، لان الوهم ديال دايرين لك العصا في الرويضه جيب غا السيد المدير العام يجيب لك المقررات اللي جبتي وشحال صوتنا على عدم المقرر اللي صالح المدينه، صوتنا على 90% من المقررات اللي جبتو صالح المدينه، المشكل فين كاين السيد الرئيس؟ انك ما كتعرفش تنفذ المقررات، انا صوتنا لك عميد على كاميو ما قدرتيش تشريه، كاميو ما قدرتيش تشريه، عاد غترد من المحمديه هويه صناعيه وسياحيه والافكار الكبار، مع الاسف مع الاسف نعتذر لساكنة المحمدية أننا عملنا خطأ استراتيجي أننا انتخبناك رئيسا للمجلس الجماعي، كنتمناو نتضاربوا هذا الأمر ولو أن الوقت متاح حتى واحد فيه، كنتمناو نتضاربوا هذا الشيء، ولكن راه بشوية الكفاءة بشوية الاتفاق بشوية النية الحسنة بشوية القدرة على تحبيحة الموارد واحد خصنا ندير واحد الوصفة اللي يمكن في هاد ثلاث سنين تعطي نتيجة وغتعطي نتيجة، أنا متأكد بأنها غتعطي نتيجة، كنتمنى على الأقل يكون غير الصدق في هاد الشيء اللي جاي، نتصالحوا مع الموظفين والموظفين يتصالحوا مع الناس، نردوا واحد العائلة راه البلدية كانت عائلة، راه عمر الرئيس ديال المحمدية من 96 إلى الآن قرب أربعة ولا خمسة ديال شيف ديفيزيون، أكيد ما كايناش، يعني كاينة عندنا في المالية جوج زيد الصفقات زيد التكنيك زيد وزيد وزيد، يعني كاين عندنا ما يمكنش انت تكون مجرب والفريق ديالك فيه العلماء وتطرد موظفين اكفاء من المسؤوليات كتعوضهم بموظفين كذلك ابناء المدرسه ابناء البلديه، ولكن راه كاين كاين عندنا يعني كاين واحد العدد، شوف السيد الرئيس المشاكل لي في مي في وحده 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 فوق وحده ممكن تستخدم ان ماشي بالمعنى المالي واش انا عرفت كالكالكيولات ماشي كاين ان كاين شويه تخبيط حس في خط الباركينغ الاول فيه تخبيط وفيه مخالفات قانونيه
هذاك لاشا دو سبيكتاكل ديال المسرح تخربيقه وخرج داك النهار تريزوري خرج فينا عينيه ارشا دو سبيكتاكل ماشي نعطي فلوس للشركه جايه من الدار البيضاء كتصرف وكتعطي الناس لي سبيس في لي ستوند اسمح لي انا راه تنعرف انت كيفاش كيتمشى وهادشي راه حنا معنا حنا قلنا المحاكم الماليه الا بغات تجي غتجي تقول لك اشنو هادشي ولا غتقول الناس المسؤولين اشنو هادشي ولا كور دي كونت خصها تجي المحمديه وتحك 30 عام نعطيك واحد اخر باش نختم هاد التدخل ملي غادر الاتحاد الاشتراكي للتسيير سنه 1997 جات مفتشي الاعمال وزاره الداخليه وانا كنهضر تحت الرقابه ديال الاخ وجيه لان كانوا مقررين الميزانيه جلسه في البلديه 6 شهور ما عطاوكش التقرير وطلب على التقرير ديال اللجنه ديال مفتشي الاعمال وزاره الداخليه لاول مره كيكون تقرير ايجابي على التسيير الجماعي قلب على التقرير خازنينو لان كيعطوك على الحوايج الخايبين باش تقرا يعطوك الاشياء الايجابيه جلسه في اللجنه 6 شهور وشوف التقرير اللي دارت قلبات ملف بملف لانه اللي جا ما مات تجربه ديال الاتحاد الاشتراكي وكذلك وزير الداخليه انذاك المرحوم دريس المصري كان باغي يلقى اقل زلاعه ونقول لك علاش لانه ترفض باش يتعطى ولد المصري اللي دير بوتيك في المحمديه تقدر ترفض هكا هو راه كاين فرق بين الازمنه وبين الرجالات وبين التجارب وانا مستعد السيد الرئيس لاخر مره يتذكر معك في مناظره كما بغيتي على التاريخ